في موقف يعيد للأذهان محاولة اغتيال الرئيس السابق رونالد ريغان في عام 1982، تعرض الرئيس السابق دونالد ترامب لمحاولة اغتيال خلال تجمع انتخابي في ولاية بنسلفانيا، حيث تم إطلاق 8 رصاصات من بندقية تجاه مرشح الحزب الجمهوري. فبعد أن سمع صوت طلقات نارية، شعر ترامب بالرصاصة أعلى أذنه اليمنى، مما تسبب في نزيف حاد وتم إخراجه بسرعة من المسرح، بينما كانت الدماء تغطي وجهه وهو يشير بقبضة يده للجمهور. الرئيس بايدن ظهر في بيان تلفزيوني قصير يؤكد فيه رفضه التام للعنف السياسي والانقسام، وأنه متمسك بالوحدة الوطنية والتكاتف وليس العنف والتفرقة، كما سارع الجمهوريون والديمقراطيون على حد سواء إلى إدانة العنف السياسي، حيث وصف زعيم الأغلبية بمجلس الشيوخ السيناتور تشاك تشومر بأن أمريكا لن تقبل العنف السياسي، مؤكدا على عدم وجود مكان للعنف في السياسة الأمريكية. أظهرت صحيفة نيويورك تايمز بعد الحادثة مباشرة نتائج استطلاع أجريت الشهر الماضي عن العنف السياسي، إذ أوضحت النتائج بأن 10% من الذين شملهم الاستطلاع قالوا إن استخدام القوة مبرر لمنع دونالد ترامب من أن يصبح رئيسا، وقال ثلث الذين أعطوا هذه الإجابة أنهم يمتلكون سلاحا. كما توصلت دراسات أخرى حول العنف السياسي أيضا إلى أن أعدادا صغيرة ولكنها ليست ضئيلة من الأمريكيين يؤيدون فكرة استخدام العنف لتعزيز الأفكار السياسية. الاتهامات تحمل عدة أوجه، والجميع ينتظر نتائج التحقيقات مخافة الانسياق لتأويلات من شأنها أن تقسم الداخل الأمريكي. وفي خضم هذه الجلبة، يستعيد المرشح الرئاسي للحزب الجمهوري الرئيس السابق دونالد ترامب عافيته ويؤكد حضوره للمؤتمر الوطني للحزب الجمهوري الذي سيقام غدا بولاية ويسكونسن.